يحصر القانون المقترح في حال إجازته حق المواطن اللبناني في انتخاب ممثليه ممن ينتمون إلى نفس ديانته، بعكس القانون الحالي الذي يتيح للبنانيين انتخاب مرشحيهم من طوائف مختلفة. ويشير الباحثون في مجال علم الاجتماع إلى مخاطر ينطوي عليها القانون المقترح قد تهدد البنية الوطنية والديمغرافية في لبنان. نفتخر اليوم بأننا رسالة، وأن هذه الرسالة هي رسالة التنوع. إن القانون الأرثوذكسي، اللقاء الأرثوذكسي، تكريس لعكس هذه الرسالة. إنها تأكيد على أن اللبنانيين لا يعرفون أن يجدوا طرقا للتعامل مع المختلف، مع غير المتجانس معهم. والقانون المقترح الذي وصف من قبل معارضيه يوم إقراره من قبل اللجان النيابية بالأسود وبالناصع البياض من مؤيديه أدى إلى افتراق حلفاء وتقارب خصوم. أنا برأيي مشروع لأنه الأرثوذكسي في عنده صفة جيدة جدا، هو أنه وضع إصبع على الجرع، مسألة من يمثل من، وطرح علينا سؤال كبير أنا ما عندي جواب له. هل النظام الطائفي يفترض أنه الإنسان يمثل طائفته، أم أنه يكون في ناس من كل الطوائف؟ إذا بقرأ بالدستور اللبناني في نص صريح بإحدى المواد بيقول أنه النائب يمثل الأمة جمعاء، دونك ما بيمثل بس لا منطقته ولا طائفته. أثار قانون اللقاء الأرثوذكسي اعتراضات من فاعليات مختلفة، أبرزها منظمات المجتمع المدني التي يتنامى تأثيرها الاجتماعي والسياسي في لبنان. إن كان القانون الانتخابي المقترح سيؤدي حكما إلى إعادة تموضع سياسي للقوى في لبنان، إلا أنه بالتأكيد سيؤدي إلى إعادة خلط العلاقات الاجتماعية في لبنان وإعادة تموضع السكان بحسب ما يقول علماء الاجتماع. إيهاب العقدي، سكاي نيوز عربية، بيروت.